النشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. شهيد فلسطيني خلال التظاهرات الغاضبة في رام الله، وستون جريحا في مسيرات العودة بغزة. والسلطة الفلسطينية تقمع تظاهرات شعبية في مدينتي الخليل ونابلس، والجبهة الشعبية تستنكر وتعتبرها وصمة عار على جبين السلطة وأجهزتها. جريفيث يقدم مطالعته لنتائج المحادثات اليمنية في السويد إلى مجلس الأمن، والمندوبة الأمريكية تتحدث عن بصيص أمل لحل الأزمة. أردوغان يهدد بدخول منبج سوريا ما لم تسحب واشنطن مقاتلي قصد منها، وطائرات الجيش التركي تغير على مواقع كردية في العراق. وفي النشرة أيضا، عصارة الجمل أقدم التقنيات لاستخراج الزيوت من أرياف الصومال إلى العاصمة إحياء للتراث. في يوم غضب فلسطيني جديد تعيشه الضفة الغربية في هذه الأثناء، احتجاجا على اعتداءات الاحتلال الذي يواصل إغلاق مناطق عديدة في الضفة. وقد تصدى الفلسطينيون لاعتداءاته اليوم، ولا سيما في رام الله ونابلس والبيرة، وأصيب عدد منهم بجروح. مراسلة الميادين أفادت باعتداء القوات الإسرائيلية على الطواقم الصحفية في مدينة الخليل، ومحاولتها طردهم باستخدام طائرة مسيرة تطلق قنابل الغاز. هذا ويواصل الفلسطينيون تصديهم لاعتداءات الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة قرب مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية. تمكن شاب فلسطيني من التسلل إلى برج المراقبة في مستوطنة بيت إيل وسط الضفة الغربية، وخضع عراق بالأيدي مع جندي إسرائيلي قبل أن يضربه بحجر على رأسه. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب طعن الجندي وأصابه بجروح وصفت بأنها خطرة. ونشرت مشاهد على مواقع التواصل تظهر حال الهلع لدى جنود الاحتلال بعد الهجوم. الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي قال أن الانتفاضة بدأت وهي تجري على شكل موجات. وفي حديث للميادين أكد البرغوثي أن الإسرائيليين أثبتوا أنهم لا يفهمون سوى لغة القوة. الإسرائيليون أثبتوا أنهم لا يفهموا إلا لغة القوة، قوة المقاومة الشعبية، قوة المقاومة والكفاح، قوة البسالة الفلسطينية. وما تراه اليوم الشعب الفلسطيني وشبابه خلص خرجوا عن طورهم، لم يعودوا يخافوا من شيء لأنه لم يعد أمامهم ما يخسروه. هذا هو مغزى الوضع الذي يجري الآن، لم يعد أمام الناس شيء تخسره، فليس أمامها إلا الثورة على هذا الظلم. والعالم سيلتفت عندما يرى، عندما يبدأ يشعر أن الإسرائيليين بدأوا يخسروا وبدأوا يدفعوا ثمنا باهظا لاحتلالهم، سترى كل وكالات الأنباء العالمية هنا. فادت مراسلة الميادين باعتداء القوات الإسرائيلية على الطواقم الصحفية في مدينة الخليل ومحاولتها طردهم باستخدام طائرة مسيرة تطلق قنابل الغاز بهدف تدمير مقتنياتهم. كما أفاد مراسل الميادين بتعرض الطاقم الصحفي للميادين في بيت إيل برام الله للاعتداء بقنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل جنود الاحتلال الذين يصادرون سيارات الإسعاف. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال التصدي للقوات الإسرائيلية قرب مخيم الجلازون شمال البيرة وسط الضفة الغربية. وتصدى الفلسطينيون لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ولا سيما في رام الله ونابلس والبيرة. مراسلة الميادين أفادت باعتداء القوات الإسرائيلية على الطواقم الصحفية في مدينة الخليل ومحاولتها طردهم باستخدام طائرة مسيرة تطلق قنابل الغاز. في غزة أصيب 82 فلسطينيا بينهم 7 مسعفين بجراح خلال التصدي لاعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة. وانطلقت التظاهرات اليوم في جمعة المقاومة حق مشروع، كما استهدفت قوات الاحتلال بقنابل الغاز الفرق الطبية والطواقم الإعلامية، ما أدى إلى جرح مصور وإصابة عدد من المسعفين شرق جبالية. وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة قد دعت إلى المشاركة الحاشدة لتأكيد شرعية المقاومة والالتفاف حولها ضد المؤامرات.
لمتابعة التطورات في الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة. معي من رام الله مراسلتنا نسرين سلمي، وأيضا من قطاع غزة مراسل الميادين أحمد شلدان. أبدأ من عندك أحمد شلدان، ملخص هذا اليوم الجمعة في قطاع غزة. هذا اليوم توجه آلاف المواطنين من مختلف مناطق قطاع غزة إلى مخيمات العودة الخمس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. شاركوا في مسيرة أو في جمعة المقاومة حق مشروع، والتي جاءت بعد فشل التصويت الأمريكي في الأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية. لذلك تم اختيار هذا المسمى، أن المقاومة هي حق مشروع كفلة القوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات. حصيلة هذا اليوم أو نتيجة هذا اليوم هي كما أعلنت وزارة الصحة في حصيلتها النهائية هي 75 إصابة، من بينهم 7 مسعفين، وهناك صحفيان أصيبا برصاص الاحتلال أو بقنابل الغاز والرصاص المطاطي. أيضا هذا عدد كبير من الإصابات مقارنة بالأسابيع الماضية، والتي وصل في إحداها إلى 12 إصابة فقط نتيجة قمع الاحتلال المشاركين في مسيرات العودة. معظم الهتافات والفعاليات في هذه المسيرات انصبت على دعم الضفة الغربية، وكذلك رفعت صور في مسيرات العودة لدعم صور الشهداء الذين ارتقوا خلال اليومين الماضيين، ومن بينهم صور أشرف نعال، ورفعت في مسيرة العودة شرق مدينة غزة. الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم اعتبر بأن هذا اليوم يعبر عن ترجمة حقيقية لغضب الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، وبأنه مثل التحاما بين غزة والضفة كوحدة شعبية وجغرافية. أما الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم فقال بأن هذه المسيرات التي انطلقت تمثل إسنادا واضحا لثورة الضفة الغربية، والتي دعمت يعني كلاهما تدعمان بعضهما البعض ما بين غزة وما بين رام الله في تحركاتهما الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي. نسرين، في رام الله أيضا آخر التطورات في الضفة الغربية. نعم كمال، آخر التطورات هي ما يجري الآن في هذه الساعات، حيث تقوم قوات الاحتلال باقتحام وسط مدينة البيرة. هناك الشباب يتصدون لها بالحجارة والزجاجات الحارقة، لكنها تعتدي عليهم بالغاز. نحن نتحدث عن مسافة قريبة جدا من مقر الرئاسة الفلسطينية، تحديدا وسط مدينة يعني المنطقة الواصلة ما بين رام الله والبيرة، قريب جدا من ميدان المنارة. هناك تواجد لقوات الاحتلال، على ما يبدو أنهم يقتحمون أحد البنايات والعمارات هناك، أو يبحثون في المحال التجارية ويعتدون على الشبان طبعا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. في نفس الوقت خرجت مسيرة من الشباب الفلسطيني تحديدا من مخيم الجلازون، تدعو لإغلاق كل المحال والمطاعم وكل المنشآت في مدينة رام الله، حدادا على روح الشهيد محمود نخلي الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقرب من مخيم الجلازون عندما كان يتصدى لقوات الاحتلال. يقومون الآن بإغلاق المحال التجارية ويهتفون للشهداء الفلسطينيين. القوى الوطنية والفصائل الوطنية دعت إلى حداد غدا في ساعة تشييع جثمان الشهيد محمود. وطبعا في مخيم الجلازون وردنا أن هناك يعني حتى مسيرات تجوب أنحاء المخيم وحالة من الغضب. قبل قليل كان هناك اعتقال لخمسة شبان فلسطينيين من المنطقة الصناعية في مدينة البيرة. قامت قوات الاحتلال بحصار العمارة التي كانوا يتواجدون فيها وقامت باعتقالهم. حصيلة الإصابات اليوم في رام الله هناك 25 إصابة، وفي نابلس كان هناك 28 إصابة. الإصابات تراوحت ما بين إصابات اختناق بالغاز وإصابات بالرصاص المطاط، إضافة إلى عدد من الإصابات بالرصاص الحي في الخليل وفي رام الله. فقط أريد أن أشير إلى أن الطائرة المسيرة استهدفت الطواقم الصحفية عند البيرة، عند المنطقة الشمالي لمدينة البيرة وليس بالخليل. بالخليل استهدفتهم بقنابل الغاز والرصاص والضرب حتى لإبعادهم عن المنطقة. شكرا جزيلا نسرين سلمي مراسل الميادين من رام الله. أحمد شلدان مراسل الميادين من قطاع غزة. واستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مسيرة شعبية في نابلس والخليل. الجبهة اعتبرت ذلك وصمة عار على جبين قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية. وأكدت الجبهة أنه بدلا من أن تصوب السلطة أسلحتها وتوجه أفراد أجهزتها الأمنية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لاستباحة الاحتلال، مدن وقرى الضفة تنهال بالضرب على النساء والشبان
والأطفال. ودعت الجبهة إلى التحلل الكامل من نهج التسوية واتفاقية أوسلو المدمرة والتزاماتها الأمنية وفي مقدمتها التنسيق الأمني. حول هذا الموضوع معي الآن مباشرة اللواء عدنان ضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية من رام الله مباشرة. سيادة اللواء أسعد الله مساءك، وماذا تقولون فيما حدث اليوم والاتهامات أيضا التي وجهت إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأنها تقوم بقمع الشعب الفلسطيني بدل من حمايته كما جاء في بيان الجبهة الشعبية؟ ليس ردا، أنا سأتحدث عن الوقائع والحقائق التي حصلت. اجتمعت القوى الوطنية الفلسطينية بكل فصائلها وأعلنت عن اليوم الجمعة، هذا قبل يومين، وأعلنت عن اليوم الجمعة يوم غضب في مسيرات على مناطق التماس مع حواجز الاحتلال العسكرية ومع الاحتلال. ولم تحدث أي مشكلة في هذا الموضوع لا في رام الله ولا في نابلس ولا في أي مكان إلا في الخليل، عندما خرجوا متهيئين يهتفوا ضد السلطة وضد، خرجوا من مسجد الحسين ليهتفوا ضد السلطة وضد الأمن الفلسطيني ويريدوا أن يعملوا المسيرة على الدوار ضد الأمن الفلسطيني وليس ضد الاحتلال. الآن في نابلس ما حصل، أنزلت فيه القوى الوطنية بيان يدين ما قامت به حماس بأن الاتفاق معها بينها، ونحن لم نتدخل في الموضوع، بينها وبين الفصائل أن لا يرفع أحد أي راية حزبية، بل يكون العلم الفلسطيني هو الراية التي ترفع، وأن يذهبوا إلى نقطة التماس على حاجز حوارة. رفضوا جماعة حماس هذا الموقف ورفعوا الأعلام أو الرايات لحماس ووقفوا على دوار نابلس ليكيلوا الاتهامات والشتائم ضد السلطة الفلسطينية وليس ضد الاحتلال. هذه الحقائق التي وقعت على الأرض. الآن في حالة رفض حد يعني الأمن يعطي، يتدرج يعطي أمرا أنه فضوا هذا الاجتماع لا يجوز ممنوع. الآن يبدأوا يرسلوا بنات وللأسف الشديد للمواجهة والاعتداء والشتم والاستفزاز لقوات الأمن. هذا ما يحصل، واللي سمع الخطب في غزة اليوم في المساجد ضد السلطة وليس ضد الاحتلال، واللي سمع اليوم امبارح بالأمس، اللي سمع مسؤول من حماس اسمه طلال نصار وهو يقول للقناة التاسعة للإخوان المسلمين عليها وهو يقول أتمنى أن يقتل المستوطنين الرئيس أبو مازن. لكن من يعمل هذا طبعا العمل هذا 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 الكلام سيادة اللواء يقبل ذلك. ايه طيب، غير مقبول انه حدا يتمنى قتل الرئيس ابو مازن او اختيار الرئيس ابو مازن، لكن لا هذا موجود لكن على الفيديو. ايه لكن اودي لكم اياه انا بودي. لكن الأجهزة الامن الفلسطينية هي لحماية السلطة من شتائم الناس؟ يعني أنت مهمتكم هي حماية السلطة أم حماية الشعب؟ لا لا لا، حماية السلطة والنظام العام من كل من لا يلتزم بالنظام العام ولا يلتزم حتى بالحركة الوطنية واتفاقاته فيها. طيب ذكرت حدثين سيادة اللواء، يعني ذكرت موضوع الخليل وموضوع نابلس. في نابلس لم نتدخل فيه أصلا. هم كان الخلاف بين الفصائل وبين حماس على الموضوع، وهذا نازل بصفحات الحركة الوطنية والفصائل الوطنية كلها. أنا بعرف ليش تقيل عن الجبهة الشعبية قالت كذا، يعني نعم لأنه أصدرت بيان الجبهة الشعبية. لكن فيما يتعلق بحادثة الخليل، حقهم يصدروا بيان بس من حقنا عليهم يتحققوا. يعني أنت تدعو الجبهة الشعبية للتحقق من ما تقول الآن بكل الأحوال؟ نعم. سيادة اللواء، ومن مهاجمة رجال الأمن وليس جيش الاحتلال. طيب سيادة اللواء، أنت هنا معنا لتوضح طبعا سواء كان للشعب الفلسطيني أو حتى للفصائل الفلسطينية. موضوع الخليل، يعني أشرت في موضوع الخليل أنه كان في تظاهرة تشتم أجهزة الأمن وتشتم السلطة الفلسطينية بحماس. التظاهرة
القوى الوطنية تذهب أو ذهبت تناضل ضد الاحتلال. مسيرة حماس وحزب التحرير طلعت تشتم السلطة الوطنية وتحرض على السلطة الوطنية. هل كان هناك اعتقالات سيادة اللواء في صفوف المتظاهرين؟ لا، لم نعتقل أحدا. لا، لم نعتقل أحدا. جرحى؟ لا، بعتقدش، بعرفش إذا ما كان في إطلاق نار أصلا، كان في استعمال للتروس لشرطة فض الشغب فقط. طيب التحركات تمت بأمر من سيادة اللواء؟ من أي ضابط بقدر بيعرف القانون وبيعرف شو الممنوع وشو المسموح؟ من من بتتم؟ يعني الضابط الموجود هو مش عارف شغله؟ يعني الـ 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 الضابط الميداني هو الذي أخذ القرار. الضابط الميداني يستطيع أن يميز بين إنه هذا تحريض وهذا ليس السبب الذين خرجوا من أجله أو قدموه للخروج من أجله. وكانت كل الفصائل موجودة في رام الله، تقاوم الاحتلال على شرق شمال البيري، على الحاجز العسكري الاحتلالي، وموجودة في طول كرم مسيرات، وموجود في نابلس مسيرات، وفي كل المدن الفلسطينية. لم يحدث هذا الموضوع إلا في الخليل. حتى يقول لي يعني الخليل مستهدفة من الأمن الفلسطيني كما يروج الآن؟ طيب سيادة اللواء، كمان أبناء شعبنا. بس توضح معنى كل المظاهرات ما صارش فيه إشكالية إلا هناك. أشرت إلى موضوع حاجز حوارة، يعني بس توضيح لهذه النقطة. المتظاهرون الذين توجهوا إلى هناك، شو المشكلة؟ لا فيش مشكلة. حماس بدهاش تتوجه إلى هناك معهم، وبدهاش تخرج معهم، بدها تخرج لوحدها براياتها الخضراء، وبدها تعمل المظاهرة على الدوار في نابلس للهجوم على السلطة. هيك التعليمات عندهم، هيك قيادتهم اليوم في مساجد غزة هيك عملت. طيب سيادة اللواء، أنا ما يهمني الآن في نهاية يعني في نهاية المطاف في النتيجة، أن أريد أن أسألك حول موقف أجهزة الأمن الفلسطينية من التحركات الشعبية الفلسطينية المناهضة للاحتلال والمتصاعدة في الضفة الغربية. أنتم ما هو دوركم فيها؟ موقفكم منها؟ نحن مع المقاومة الشعبية الفلسطينية، ونحن جزء منها ولسنا خارجها، وهذا إجماع فصائلي وإجماع وطني كامل. في غزة مقاومة شعبية 100%، وفي الضفة مقاومة شعبية 100%، وما حد ماسك إيدين حد لا يقاوم. إحنا نتدخل إذا كان الموضوع له علاقة بإحداث فوضى داخل المدن الفلسطينية، وإذا كان هناك تحريض على يعني ضد أي كان، مش بس ضد السلطة. ما بصير في وقت تنزف في الدماء، وفي وقت الاحتلال يدمر، في وقت الاحتلال يحاصر، في وقت الاحتلال يقتل، ومع كل ذلك تجد أن هناك ناس ما عندهم شغلة سوى الشتيمة والتخوين والتكفير وكل هاي اللغة اللي أنتم تعرفوها أكثر مني. طيب سيادة اللواء، نقطة أخيرة تتعلق بالاتفاقات المتعلقة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل. هذه الاتفاقات ألا تلزمكم، أو هل هي ملزمة لكم بأن تقوموا ببعض الإجراءات تجاه بعض النشطاء أو بعض التحركات؟ نحن والإسرائيليين الآن، الإسرائيليين فارضين معركة معتدين على الشعب الفلسطيني الأعزل. واحد. اثنين، نحن ليس لدينا أي مشكلة مع كل من يريد ويرغب في أن يكون مقاوما شعبيا سلميا، سواء أو مقاومة شعبية كما تريدها الفصائل، وكما يريدها العمل الوطني، وكما يريدها الموقف الوطني الكامل ما بين السلطة وما بين كل المكونات الوطنية الفلسطينية. ليس لدينا أي مشكلة ولا يقيدنا أي قيد في هذا الموضوع. سيادة اللواء عدنان ضمير، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية من رام الله، شكرا جزيلا لك.
مع تصاعد وتيرة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية، ظهر بوضوح عجز الاحتلال الإسرائيلي عن كسر إرادة الفلسطينيين في ظل حديث مراقبين عن تميز موجة العمليات الأخيرة بجرأة مقلقة. هذا تقرير لمنال إسماعيل. قبل أن يستفيق الإسرائيليون من صدمة عملية عفرة، وبعد ساعات على تباهي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والأجهزة الأمنية الإسرائيلية باغتيال منفذي عملية بركان وعفرة، جاء الرد الفلسطيني أسرع من المتوقع عبر تنفيذ عملية سلواد. ما رأيناه في الفترة الأخيرة تواصل عنيف وقاتل لعمليات هنا في الضفة، حيث عملية تلي الأخرى، والآن الجيش والشباك يكسران رأسيهما لمعرفة كيفية وقف سيل هذه العمليات. سرعة الرد الفلسطيني ونتائج العملية القاسية أثارا غضبا شديدا في أوساط المستوطنين الذين كالوا الاتهامات لنتنياهو واعتدوا على الفلسطينيين، وتظاهروا مطالبين باستقالة نتنياهو لكونه يشغل حقيبة الأمن أيضا. نتنياهو الذي حاول امتصاص غضب اليمين ذهب باتجاه تشديد الإجراءات العقابية على الفلسطينيين عبر توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والإسراع في عملية هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينية. الدقة في تنفيذ عملية سلواد وجرأة المنفذين الذين أطلقوا النار من المسافة الصفر على الجنود الإسرائيليين تمثلان برأي محللين مصدر قلق أساسيا للمؤسسة الأمنية حاليا. لا أريد التحدث على نحو يعكس انعدام ثقة، لكن بالرغم من أننا في فترة حساسة وبالرغم من انتشار قوات الشرطة والجيش والإجراءات الأمنية، حصلت عملية إطلاق نار جديدة وأدت إلى نتيجة قاسية. وفيما ينصب اهتمام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على دراسة أسباب تصاعد وتيرة العمليات في الضفة وسبل التصدي لها، أقر وزير التربية وعضو المجلس الوزاري المصغر نفتالي بنت بأن الفلسطينيين كفوا عن أن يخافوا من الاحتلال، والخشية الأساسية في إسرائيل الآن تكمن في أن نبض الضفة لم يهدأ. برز ما كشفه موقع ميدل إيستي البريطاني أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدرس جديا عقد قمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على غرار قمة كامب ديفيد يصافح خلالها الأخير، ويكون المضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب الموقع البريطاني فأن ابن سلمان طلب من فرقة العمل الطارئة التي أنشأها للتعامل مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي البحث في فكرة القمة، وتهدف الخطة إلى تقديم ابن سلمان كصانع سلام عربي على غرار الرئيس المصري الأسبق أنور السادات على حد تعبير الموقع. أما في الولايات المتحدة فقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل جمال خاشقجي، كما صوت على مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن، في خطوة اعتبرها البعض رسالة شديدة اللهجة للرئيس دونالد ترامب وللسعودية. مجلس الشيوخ يرفع منسوب تحديه لسياسة الرئيس ترامب حول السعودية في خطوة غير مسبوقة أفضت إلى إدانة جماعية لابن سلمان شخصيا وتحميله مسؤولية قتل خاشقجي. أقر مجلس الشيوخ بالإجماع أن ولي العهد السعودي هو المسؤول عن مقتل خاشقجي. إنه اتهام قوي وأعرب عن سعادتي لأن المجلس يتكلم بصوت واحد. أما المفاجأة الأخرى فهي تمرير المجلس مشروع قرار آخر يحد من الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن، ورغم أن مجلس النواب أجهض مشروعا مماثلا بعدم إدراجه على جدول أعماله، إلا أن تركيبة المجلس العام المقبل ستسفر عن تسلم الديمقراطيين أغلبية مقاعده، ما يرجح إحياء المشروع مجددا. لن نستمر في وضعنا العسكري الحالي لدعم نظام مستبد وإجرامي في السعودية. أما زعيمه فلا أحد يساوره الشك في أنه مسؤول عن عملية القتل المريعة لخاشقجي. في المقابل
يبدو أن ترامب لن يتراجع أمام محاولات الكونغرس التأثير في توجه السياسة الخارجية، فهو يعتبر هذا الميدان من الصلاحيات المنوطة بالرئيس، وأن مثل هذا التدخل قد يلحق الضرر بالنتائج الأولية التي حققتها المفاوضات في السويد التي تعتبرها الإدارة أحد إنجازاتها. الموقف الجماعي لمجلس الشيوخ يشكل تحديا كبيرا لمقاربة ترامب في تعامله مع الملف السعودي، لكونه مثل امتدادا لموقف أجهزة الاستخبارات المتعددة الذي تجاهلته إدارة البيت الأبيض. محمد كريم، واشنطن، الميادين. قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يتصدر عناوين الصحف الأمريكية التي اعتبرت أنه لا يمكن لترامب حماية السعودية من عواقب جرائم ابن سلمان. هذا التقرير لمريم عثمان. أهلا بكم. يبدو أن المليارات التي أنفقها محمد بن سلمان على الطائرات والأسلحة الأمريكية لم تعد تحميه من عواقب ما يرتكبه. ترامب حاول مرارا وتكرارا التغطية على جرائم ولي العهد السعودي وإنقاذ مصالحه المالية الأساسية مع السعودية، إلا أن الداخل الأمريكي أصبح عازما على إدانة السعودية على مساريها السياسي والعسكري في السنوات الأخيرة. بعد تصويته على قرار وقف دعم واشنطن الحرب السعودية على اليمن، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار تقدم به رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركر يحمل ابن سلمان المسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، وفي بنود القرار مطالبة الرياض بضمان محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، ومطالبة السعودية بالإفراج عن الناشطات السعوديات في مجال حقوق الإنسان، دعم وقف تزويد مقاتلات التحالف السعودي بالوقود في الأجواء اليمنية، ودعم إنجاز فوري لوقف إطلاق النار في اليمن، والعمل على تحقيق حل سياسي تفاوضي. قرار مجلس الشيوخ وإن كان يحتاج إلى تبنيه من مجلس النواب أيضا وبعد إذن إلى توقيع ترامب ليصبح نافذا، إلا أنه يحمل دلالات سياسية واضحة تؤكد أن العلاقات الأمريكية والسعودية لا يمكن أن تبقى على حالها بالرغم من تمسك ترامب الواضح بالحليف السعودي الذي يرى فيه مصدرا للأموال. هذه الدلالات لم تغب عن الصحف الأمريكية. قرار مجلس الشيوخ كان رفضا قويا للسعودية ولترامب، هذا كان العنوان العريض لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي شددت في مقالها على أن ترامب لا يمكنه حماية السعودية من عواقب جرائم ولي العهد السعودي، مشيرة إلى أن القرار يتيح الفرصة لأعضاء مجلس النواب لتحديد إن كانوا سيؤكدون مسؤولية ابن سلمان عن القتل الوحشي لخاشقجي أم سيقفون إلى جانب رئيس دفن الحقائق في خدمة مبيعات الأسلحة. صحيفة وول ستريت جورنال رأت من جهتها أن القرار تحذير للبيت الأبيض والسعوديين وفحواه أن لدى أمريكا إلى جانب المصالح قيما لحمايتها، مشيرة إلى أن ترامب قد يخسر قريبا سيطرته على السياسة الخارجية وعلى تحالفه مع السعودية. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن جريمة قتل خاشقجي سلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وعلى الآلاف القابعين في السجون السعودية. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن الوصول لانتهاء المعارك في الحديدة هو من أهم الاتفاقات بين الأطراف اليمنية. وفي كلمة له أمام مجلس الأمن قال جريفيث أن الإنجاز ليس بسهل، إذ قدم الجميع التنازلات وعمل وبنوايا حسنة. إن نظام مراقبة قويا ومختصا ليس ضروريا فحسب، بل هناك حاجة ماسة إليه أيضا، وقد أخبرنا الطرفان أنهما سيرحبان به بشدة. بدورها قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن كهالي أن هناك بصيص أمل خرج من محادثات السويد، لكن الأمل وحده لا يكفي. هالي قالت أن في اليمن خطرا كبيرا، ولا بد من محاسبة المنتهكين لا سيما الإيرانيين الذين يقفون خلف النزاع، مرحبة بمشاركة السعودية في الإجراءات والحوار لإنهاء القتال في الحديدة أولا. كما دعت المندوبة الأمريكية أعضاء المجلس للتوافق على إنقاذ ملايين اليمنيين.
تلقى سكان مدينة الحديدة اليمنية مساعدات بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محادثات السويد بين الأطراف اليمنيين. الرجال والنساء والأطفال انتظروا طويلا للحصول على الطعام والحاجيات الأخرى التي كان يوزعها الصليب الأحمر. نحن نعاني معاناة في هذه البلاد، لا أعمال معانا ولا شغل ولا هم يحزنون إلا على ما تنفقه المنظمات علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه البلاد والله إنه ما يكفي، يا الله يكفي شهر، يا الله يكفي 28 يوم 27 يوم بالعدد ونحن محافظين عليه، بس ما فيش أعمال، ما فيش ما يغطي، والحرب هذه أكلت الأخضر واليابس. وتتابعون بعد الفاصل. اتفاق روسي سوري على استخدام العملات الوطنية في التجارة البينية. مجددا حياكم الله. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية لسوريا التي تعمل عليها الحكومة والمعارضة بمساعدة كل من روسيا وتركيا وإيران جاهزة بشكل عام. لافروف أشار إلى أنه سيتم تقديم القائمة نيابة عن الأطراف السورية إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي مستورا بداية الأسبوع المقبل. وعرب لافروف عن أمله أن يتيح ذلك استكمال مرحلة بالغة الأهمية في جهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، حيث ستكون اللجنة الدستورية قادرة بالفعل على الاجتماع في جنيف أوائل العام المقبل. تقدمت قوات سوريا الديمقراطية في قرية المخاطر بريف دير الزور الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش. تقدم القوات جاء بغطاء جوي من طائرات التحالف الأمريكي، وانطلق الهجوم في محورين، الأول من هجين والثاني من البادية، فيما يشهد محيط هجين اشتباكات متقطعة بعد بصد قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها الكاملة عليها. قال الجيش التركي أنه نفذ ضربات جوية شمال العراق قتل خلالها 8 مسلحين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني. الجيش وعبر تويتر أوضح أن الضربات استهدفت مناطق عديدة منها زاب وهاكروك وهفتنين. استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته رسالة احتجاج على الخروق الجوية التركية المتكررة. وفي بيان لها استنكرت الخارجية العراقية استهداف الطائرات التركية العديدة من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمال العراق والتسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات، مشددة على أن هذه الأعمال تعد انتهاكا لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه، وجددت رفضها استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممرا للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار. معركة شمال سوريا تكشف الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة في المنطقة نظرا إلى عزم الرئيس التركي على المضي في المعركة ضد المقاتلين المدعومين أمريكيا. هذا تقرير لهبة الله بيطار. بين التصريحات السياسية والتطورات العسكرية تنذر المعطيات الأخيرة باقتراب المعركة شمال سوريا. فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عازم على دخول منبج إذا لم تسحب الولايات المتحدة المقاتلين الكرد منها. لقد وعدونا بتطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية وإرسالها إلى شرق الفرات، لكنهم لم يفعلوا ذلك. إننا نحذرهم الآن بأن يطهروا المنطقة ويبعدوا هذه المجموعات، إذا لم يفعلوا ذلك فسندخل منبج. العزم التركي على خوض هذه المعركة يشي بأن الخلاف مع الولايات المتحدة في شمال سوريا لا يزال مستمرا نظرا لدعم واشنطن للمقاتلين الذين تريد أنقرة استهدافهم. ويبدو الخلاف واضحا في حديث أردوغان واتهامه واشنطن بحماية من وصفهم بالإرهابيين من عقاب تركيا. الأيام القليلة الماضية شهدت استنفارا عسكريا على جانبي الحدود. الجيش التركي يواصل إرسال التعزيزات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومنصات مدفعية إلى ولاية هاتاي لواء إسكندرون وولاية كيليس.
وعلى الجانب الآخر من الحدود يستعد المقاتلون المدعومون من تركيا للمشاركة في العملية العسكرية، فيما دعا ما يعرف بالمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى النفير العام ضد تهديدات أردوغان. يبدو أن الجهود الأمريكية ليست كافية بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية التي طالبت واشنطن ببذل جهود أكبر لمنع الهجوم التركي. القوات توجهت أيضا إلى الحكومة السورية وطالبتها باتخاذ موقف من تهديدات أردوغان، مؤكدة أنها مع الوحدة السورية وليست مع الانفصال. حول هذا، في غضون ذلك أعلن 13 حزبا سياسيا في منطقة شرق الفرات السورية بدء العمل لتأمين حماية ذاتية في مواجهة التهديدات التركية. الأحزاب أكدت أن أنقرة بدأت تهديداتها بعد تفاهمات مع دول عالمية وأقليمية. البيان اتهم تركيا بأنها تستهدف مكونات المنطقة تحقيقا لأطماع توسعية في سبيل فرض عثمانية جديدة، كما دعا كل القوى الفاعلة إلى وضع برامج مرحلية واستراتيجية لصد العدوان التركي والمطالبة بفرض منطقة حظر جويا شرق الفرات. حول هذا الموضوع معي مباشرة من اسطنبول الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الناصر سنجي. أستاذ عبد الناصر، أسعد الله أوقاتك بداية. وتركيا تبدو أمام خيارين، إما العملية العسكرية التي تم الإعلان عنها رسميا في أنقرة أو الذهاب لمفاوضات مع الأمريكيين. أي الخيارين تراه أقرب للخيارات التركية أو للسياسة التركية حاليا؟ أسعد الله مساءكم وأسعد الله مساء مشاهديكم. حقيقة تركيا كما تفضلت هي أمام خيارين. الخيار الأقرب من وجهة نظري هو الذهاب إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي، إجراء مزيد من المفاوضات. حتى دليل على ذلك أيضا اليوم الاتصال الذي جرى بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. تناول طبعا هذا الاتصال العديد من القضايا، لكن كان أهم من القضية ربما هذه القضية، قضية العملية التي تنوي تركيا القيام بها في شرق الفرات. لكن طبعا هذه ليست القيام بهذه العملية ليست بهذه السهولة. نعلم بأن الولايات المتحدة تدعم وبشكل علني مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري PYD ووحدات حماية الشعب YPG. تركيا يعني قبل شهر أو شهرين طبعا كان هناك إعلان من الجانب التركي بأن هناك تعاون وثيق مع الأمريكان لإطلاق دوريات في مدينة منبج ومع الجيش أو مع القوات الأمريكية، وأن هناك ربما خطوات ستلي هذه الخطوة الأولى منها انسحاب القوات الكردية إلى شرق الفرات. لكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تلتزم بهذه الوعود. طب في نقطة أخرى أستاذ عبد الناصر، تبدو غاية في الغرابة تتعلق بزيادة النشاط السعودي والإماراتي في منطقة شرق الفرات، حيث تتحدث التقارير، ولا أعرف إذا كان عندك علم بها أو مطلع عليها، عن وجود أموال تدفع، عن زيارات عسكرية تقنية لوجستية تجري هناك بشكل كبير، إقامة بعض الضباط في قاعة ترميلان في الحسكة لفترة طويلة من هذه الدول. ما الذي يدفع واشنطن لجعل دول تنافس تركيا أو أحيانا تخاصمها، ليست على علاقة جيدة مع تركيا، تجعل واشنطن تضعها على حدود تركيا؟ من المعروف أن سياسة الرئيس دونالد ترامب يعني هي قائمة على فرض يعني دعنا نقول الجزية والضرائب على هذه الدول والأخذ منها والصرف على عملياتها وأيضا مآربها في المنطقة. نعلم ذلك بأن هنا في تركيا أيضا يتم الحديث عن أموال خليجية ربما أعطيت للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، حتى أن خلال الأشهر الماضية يعني كان هناك حديث عن مليون دولار
تم دفعها من دول خليجية إلى يعني المقاتلين الأكراد بيد أمريكية طبعا بطلب أو بأوامر أمريكية. هناك نعلم المشاكل الدائرة أو الخصومات السياسية الدائرة الآن والقائمة بين تركيا وهذه الدول سيما الإمارات وأيضا السعودية. هذه ربما تدعو أو تستدعي إلى هذه الدول إلى الوقوف مع أمريكا ربما لإغاظة تركيا والوجود في هذه المناطق. الأكراد طبعا سواء كانوا في العراق أو كانوا في مع الأسف الشديد في شمال سوريا أيضا يصبحون دائما آلة في يد الآخرين. شكرا لزعزعة أمن المنطقة. جزيلا لك أستاذ عبد الناصر سنجي الكاتب الصحفي، كنت معنا مباشرة من إسطنبول، وأستقبل من دمشق النائب في مجلس الشعب السوري الأستاذ أحمد مرعي. أستاذ أحمد حياك الله، بداية على ضوء التطورات التي تجري شرق سوريا، قوات سوريا الديمقراطية أو المجلس التنفيذي التابع لقوات سوريا الديمقراطية يطالب دمشق بمواجهة الحملة العسكرية أو نوايا الحملة العسكرية التركية. هل هذه المطالبة لها جذور أو أسس أو قواعد تستند إليها في الاتصالات التي قيل أنها تجري بشكل دائم بين الكرد شمالا شمال شرق وبين دمشق؟ نعم، يعني ربما تكون هذه الخطوة الأولى التي تأتي في إطار المراجعة لبعض الإخوة الإكراد الذين انخرطوا في المشروع الأمريكي وأصبحوا جزء من الأداة الأساسية للمشروع الأمريكي في المنطقة، والجميع بات يعلم بأن بعض الإخوة الإكراد هم الذين استقدموا الأمريكي، والأمريكي اليوم يستفيد من هذه الجماعة من حيث أنه يسيطر على أهم المناطق في سوريا ويستخدم هذه المجموعة أيضا لضمان أمن إسرائيل. وبالتالي أعتقد أن هذه الدعوة بغض النظر عن النتيجة لها أو ماذا ستقدم من نتيجة، بغض النظر هذه الدعوة تأتي في إطار أن الإخوة الأكراد أدركوا بأن الدولة السورية والمشروع الوطني هو الخلاص وهو البديل الحقيقي لكل ما يجري، وخاصة أن من جاء بالأمريكي أو التواجد العسكري الأمريكي ودعم بعض الجماعات الكردية الانفصالية من جهة، ومن جهة أخرى أن التركي الذي دعم أيضا العصابات هو أمر بالنتيجة لن يؤدي إلا إلى تحقيق بعض المشاريع الأمريكية. نعم. والدرجة الأولى التقسيم، وتقسيم يعني دعم الجماعات الانفصالية الكردية يؤدي بالدرجة الأولى بالتأثير بشكل سلبي على وحدة الدولة السورية، وأيضا يهدد الأمن القومي التركي، وهذا ما وما نشهده اليوم هو جزء من الحركة والخوف التركي على أمنها. ولذلك هل يعني السؤال الذي يجب أن يطرح أستاذ كمال، هل ما تقوم به تركيا اليوم من إجراءات عسكرية واستمرار بالعدوان هو الحل الصحيح، هو الإجراء الصحيح؟ الحل الصحيح هو بعودة الدولة السورية لأنها هي البديل لكل هذا التواجد العسكري، وهذا يعني بأنه ربما بالمرحلة المقبلة تكون هناك نوع من التفاهم. إن لم يكن هناك تفاهم بالدرجة الأولى يكون هناك تقدم عسكري، لأن ضمان وجود الدولة السورية الشرعية في هذه المناطق وبسط سيطرتها هو ضمان لأمن الدولة السورية. نعم. وضمان. شكرا أستاذ أحمد مرعي النائب في مجلس الشعب السوري، كنت معنا مباشرة من دمشق. أبرمت سوريا وروسيا جملة اتفاقات تعاون في إطار إعادة إعمار ما دمرته الحرب في ختام اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة. وصف وزير الخارجية السورية وليد المعلم الاتفاقات بأنها تؤسس لعلاقات استراتيجية في إعادة الإعمار. هذا تقرير من دمشق لمحمد الخضر. حزمة اتفاقات تجارية وصناعية وعلمية وفي الأشغال العامة والإسكان تتوج اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة. خارطة طريق للتعاون تؤسس لعلاقات استراتيجية لإعمار ما دمرته الحرب. أؤكد لكم بأن تنفيذ البنود الواردة في البروتوكول وخارطة الطريق ستؤسس لعلاقة استراتيجية تواكب علاقاتنا السياسية والعسكرية مع جمهوريات الاتحاد الروسي. يكمل البلدان مسيرة تعاون نجحا خلالها في تأمين المساحات الأكبر من الأراضي السورية من الإرهاب،
مسيرة تكملها مشاريع ضخمة في البنى التحتية. أجرينا نقاشات بناءة جدا ونجحنا في التوصل إلى بروتوكول للتعاون وخريطة طريق تساعد على تحقيق مشاريع مشتركة لإعادة الإعمار. وبعد الانتصار على الإرهاب علينا الانتقال إلى المرحلة الجديدة، مرحلة السلام والإنتاج والبناء الاقتصادي. 3 أيام من الحوارات بين خبراء البلدين أنتجت مشاريع التعاون الجديدة. أكثر من 50 رجل أعمال روسيا يمثلون 20 شركة حضروا الجلسات، وتركيز سوري على توطين العديد من الصناعات. نحن درسنا خارطة الطريق للتعاون بين روسيا وسوريا، وركزنا نحن فيها على توطين الصناعات والتجارة في سوريا لتخفيف تكاليف إعادة الإعمار. أكثر من 100 شركة روسية وسورية خاصة ستعمل في مشاريع مشتركة ضمن إعادة الإعمار، كما وافقت اللجنة المشتركة على استخدام العملات الوطنية في مجالات تعاون متعددة. ترسخ اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة دورا أساسيا للشركات الروسية في إعمار ما دمرته الحرب، دور يتنامى سنويا ليصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الفعلية بين البلدين. محمد الخضر، دمشق، الميادين. تعتبر عصارة الجمل من أقدم التقنيات التي عرفها الإنسان لاستخراج الزيوت. في مقديشو عاد بعض الشبان لاستخدام المعاصر التقليدية بهدف كسب قوت يومهم والحفاظ على تراث الأجداد. هذا تقرير لشافعي محمد. بأدوات خشبية تنتقل المعاصر التقليدية من الأرياف إلى العاصمة مقديشو، ومن خلال دوران هذا الجمل المعصوب العينين تنتج معصرة زيت السمسم هذه نحو 600 لتر من الزيت شهريا. عملية تحتاج إلى أشهر من الإعداد، من جلب للأخشاب وتدريب للجمل، إلى جانب إحضار السمسم من الأسواق بأنواعه المختلفة، علما أن البلاد تعد من بين أوائل الدول في العالم في إنتاج السمسم وتصديره. هذه المعصرة جزء أصيل من تاريخنا وحضارتنا القديمة، تنتج يوميا أكثر من 20 لترا من الزيت. تنتج هذه المعصرة نوعين من الذهب الأصفر، النوع الأسود وهو الأفضل لدى كثير من الأسر الصومالية، إذ يدخل في استخدامات طبية لعلاج بعض الأمراض مثل السعال والالتهابات الصدرية وآلام المفاصل، والنوع الأبيض ويستخدم في طهو الأطعمة الشعبية ويضاف كزيت غذائي مع الفاصوليا. من خلال أدوات خشبية بنينا هذه المعصرة لإخراج الذهب الأصفر، فهذا الزيت له فوائد صحية كثيرة، إذ يعالج أمراض الظهر والصدر والالتهابات الرئوية، وهذه المعصرة تختلف عن الحديثة كما ونوعا. المعاصر التي تدخل في صناعتها أدوات صديقة للبيئة تعتمد بشكل رئيسي في حركة دورانها على الجمال، فالصومال يعد البلد الأكثر امتلاكا لقطعان الجمال في العالم، وهو ما يجعل هذا الحيوان عنصرا أساسيا في الثروة الحيوانية التي تمتلكها البلاد، فضلا عما تقدمه من مساعدة في أعمال خاصة بالإنسان. المعاصر التقليدية في مقديشو نمط جديد للحفاظ على جودة المنتج، فيؤمن أصحاب هذه المعصرة التي يجرها الجمل أن العودة إلى الطرق القديمة لعصر زيت السمسم يحافظ على إرث الأجداد ويبقي لهم أسرار عملهم. شفيع محمد، مقديشو، الميادين. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. شهيد فلسطيني خلال التظاهرات الغاضبة في رام الله، و60 جريحا في مسيرة العودة بغزة. والسلطة الفلسطينية تقمع تظاهرات شعبية في مدينتي الخليل ونابلس، والجبهة الشعبية تستنكر وتعتبرها وصمة عار على جبين السلطة وأجهزتها. جريفيث يقدم مطالعته لنتائج المحادثات اليمنية في السويد إلى مجلس الأمن، والمندوبة الأمريكية تتحدث عن بصيص أمل لحل الأزمة. أردوغان يهدد بدخول منبج السورية ما لم تسحب واشنطن مقاتلي قصد منها، وطائرات الجيش التركي تغير على مواقع كردية في العراق. وكان في النشرة، عصارة الجمل أقدم التقنيات لاستخراج الزيوت من أرياف الصومال إلى العاصمة إحياء للتراث.
لمزيد من الأخبار على تجدون على صفحة الميادين الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.